هذا يقول صادق بس ليش تصارخ؟ البقوم يدفعوا فلوسهم. انت شكلك جديد، المصارخة رياكشن تمثيلي يطير المقطع، والبقوم سهوم المنايا، كتبهم التاريخ زي ما كتب شمر الطنايا. على طاري البقوم، هذا الشرف، هذا الكفو، هذا النعم. اذا قلت بقمي لكن لا تجيني واحد رغم الظروف دافع مليون عشان ياخذ جائزة 150 ألف. قصدك عشان فازوا مرتين؟ الحركة صارت في شارع التلفزيون يوم فاز الأول قطري والثاني قطري. هذولي أصدقاء لصاحب القناة، وأنا كلامي مو على المذيعين ولا على المشاركين، هذولي إخواني وتاج راسي. أنا رسالتي من أمس على صاحب القناة، رجال قاعد يغسل ملابس، أدفع فلوس بطريقة وأدخلك البرنامج وأنجمك. الشهر الطويل الحلو، مدير الشركة رفض، ما راح يطلع يقول شيء عشان ايش ينقبل في مكان ثاني يشوف له قناه ثانيه. القناه هذه قاعده تضرر الناس والمشاركين على حساب المال. انا عمر العتيبي ما عندي شيء اخسره، يعني شوف هذا ثامن حساب. اي احد يجي في طريقي يسوي من رجال علي قناه ولا مشهور، نظف فيه السوشيال ميديا عمر على طول. يا اخي اعطيك دليل، سعود القحطاني امس وراهف القحطاني وفيصل اليامي في بث، كلهم نجوم كبار. سعود احبه ورهف انتقده ومكرهه، وفيصل اعلاميا اكرهه ما احبه. مين معاهم عبد الله الشهراني؟ هذا الكلام رد على اللي يقول انقبلت في التصفيات بدون واسطه. مين معاهم حبيبي عبد الله؟ الوهبي هذا، طبعا الوهبي هذا حبيبي كان يبث عند النياق وحسابه فيه مليون متابع، يعني لما خرج في البرنامج ما طلعوه معاهم الكبار المشاهير. في واحدة كتبت من جد ليش التصويت قبل البرنامج؟ عشان يشوفون الواسطات من فيهم صادق، ومين راح يدفع فلوس اكثر؟ غسيل ملابس. هذا النظام صاحب القناة، ولا الوم اي احد شغال في القناة، كلهم يدورون فضل الله، والمشتركين يدورون الواسطات يدخلون. سوف اسعى لين اكشف حقيقة هذه القناة. اللي يقول ما قبلوه عشان كذا يسوي كذا، يا حبيبي انا ما ابغى، انا عمر العتيبي، انا جوجل يعرفني قبل لا يعرف القناه، اكتب اي مكان عمر العتيبي مطلع لنا. انا بس عشان لا احد يروح يقدم ويصدق الكذابين ذولي، يهم نفسه ويتعب نفسه وامه تدعي له، كذابين هذه القناه. اخر برنامج اللي بنتل هذا ما صار معانا، يقول قدم 6000 اللي استقبلوهم 6000، واللي يقول لا صادقين ارسلوا لي رساله جايبينك يطقطقون عليك يطلعونك على اليوتيوب، ما راح يدخلونه. اخر شيء قبل 100 اللي هم كلهم واسطات وانا واحد منهم، وانه صادق دخل 24 على طول البرنامج، بس ال100 حقين الواسطات يسكتوا الواسطات، وبعدين لا يمكن الواسطه معاه فلوس، بعدين يحطونهم 50 ويدخلوا تصويت قبل البرنامج، ليه؟ عشان يعرف مين معاه فلوس بينفعه جوا البرنامج. هذه حقيقة بنت القناة الفاقع، ومستمر عمر العتيبي لا تحط راسك براسه.